السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ هذا التين المجفف طيب، واللي حطيته بزيت الزيتون فكان سبحان الله للمفاصل، عموم المفاصل سبحان الله اللي عندهم خشونة في الركبة، فاستخدمت هذا ولله الحمد. أول ما اشتريته زي كذا، وبعدين حطيته. أنا سمعت واحد إماراتي يتكلم عن هذا الشيء، وصرت أحط أعبيه بزيت الزيتون. هو يقول لازم إيش يعني تحط عليه زيت الزيتون ألين ما تغمره كامل، يتعبى فل زيت الزيتون ويصير كله كامل معبى. فجربت هذه الوصفة، اللهم لك الحمد ولله الحمد. فكنت والله آلام في جميع المفاصل حق جسمي، فبدأت استخدمها من ثاني يوم، بدأت أحس في فرق. ثالث يوم رابع يوم فضل من الله والمنة، حسيت فرق مرة كبير. ما كملت أسبوع ولله الحمد إلا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الآلام اللي في المفاصل كلها راحت. فحبيت أنا التجربة هذه ومستمر عليها الحمد لله. وهذا كان تين، نوع تين كبير أخذته، كان مقفل، فكنت أفك هذا، كنت أفك هذه اللي كانت مغمورة أول، يعني هذه آخر حبة، فرحت اشتريت جديد أنا اليوم. فهذا المغمور فتخلي يوم واحد وتبدأ تستخدمه من ثاني يوم ولا من أول يوم. يعني أنا الحين الظهر، أنا الساعة 2 الحين ظهر، فحطه لليل وابدأ استخدمه في الليل. هذه آخر حبة في التين الأول، فكنت أفكه كذا عشان يخش فيه الزيت كامل. بس هذا التين هذا يعني مخرم أساسا، لأنه كان في خيط، محطوط في خيط زي كذا ومخروم أساسا كله. فقلت أحطه خلاص ما يحتاج، لأنه الزيت يدخل ويدخل من داخل التين طوالي. وفي نوعين، هو هذا النوع حبة